اهلا بحضراتكم مره اخرى. تاجيل الدراسه بالجامعات الى 11 اكتوبر، احنا قلناه الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي قال ان الجامعه جامعه القاهره اللي هو يعني تحت اشرافه قال انها هتبقى في 11 اكتوبر. لسه لسه جامعه الازهر ولا التعليم طب هل في تاجيل بالنسبه للمدارس مثلا، للحاجات اللي زي كده؟ نسال بقى معانا استاذ هاني كمال المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ هاني مساء الخير يا فندم. استاذ محمود ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. هل في اي تعديلات بالنسبه للمدارس الثانوي للحجم؟ المدارس كلها قصدك يا فندم؟ المدارس كلها؟ لا حضرتك بتسال المدارس الثانوي ولا المدارس بشكل عام؟ المدارس بشكل عام، يعني يهمني الثانوي اكبر لانه الاولاد دول ممكن يكون ليهم يعني. لا هو طبعا قرار تأجيل الدراسة بالجامعة ل 11 أكتوبر ده قرار خاص بالتعليم العالي والجامعات. طيب. أما بالنسبة للمدارس فالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجميع كان مقرر 20 سبتمبر ولا تغيير حتى هذه اللحظة، ولو في أي حاجة هتطرح تبقى من خلال المجلس الأعلى للتعليم قبل الجميع برئاسة الدكتور. طيب يعني الأمور الأمن مستتب في وزارة التربية والتعليم، مستتب وحتى هذه اللحظة سبتمبر ولا جديد. شكرا أستاذ هاني كمان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. يبقى فاضل لنا جامعة الأزهر. أنا عندي في الخبر اللي زعناه وفي نفس السياق قررت جامعة الأزهر تأجيل الدراسة بالجامعات من 27 سبتمبر حتى 11 أكتوبر. معانا الدكتور حسين عويضة رئيس نادي اعضاء هيئه تدريس جامعه الازهر. دكتور حسين مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا مرحبا. اهلا بيك دكتور حسين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب ويعود عليك الايام بخير يا امين رب. امين يا رب امين. دكتور في اي اخبار عن جامعه الازهر؟ هل اجلت فعلا ولا ما اجلتش ولا؟ اجلت، بس انا عندي تعليق على تاجيل الدراسه في مصر عموما في جامعات مصر. طيب اسمعوا من فضلك. فيها جامعه الازهر. هذا لا. الكلام لن يفيد سواء طيب. أخر أو ما أخرناش، الإرهاب قادم ولا بد أن نعرف أن الإرهاب جاي من المدن الجامعية، ولازم نعرف أن الاتفاق الذي وقع بين وزارتي التعليم العالي والداخلية يؤكد أن توفير الحماية للجامعات في العام الدراسي الجديد أمر عسير، ومن المتوقع الفعلي والعملي لن تستطيع أي جهة أمنية أو جامعية أن تمنع الطالب المنتمي لإخوان الشياطين أو خريجي المعهد العالي لكرداسة الإرهابي من الدخول في المدن الجامعية أو حرم الجامعة. في الوقت اللي بتعاني فيه بيتكلف الطالب حوالي 800 ألف جنيه في الشهر، بنجد أن آلاف المجرمين من خريج المعهد العالي لفنون الإرهاب بكرداسة بيقيموا في المدن الجامعية على نفقة الدولة. لازال كثير من العمداء والأساتذة وأعضاء التدريس ومعاونيهم والعاملين ينتمون لتنظيم الإخوان الشياطين، لا زالوا يحتلون مناصبهم في الجامعات المصرية. طب دكتور حسين من فضلك قل لي، يعني دكتور في الجامعة وعضو في جماعة الإخوان نعمل فيه إيه؟ أقول لحضرتك انا بسمع حضرتك اخر كلمتين من فضلك اتفضل. انا ما سمعتش حضرتك في الكلمتين الاخيرة لو تكرمت. ما سمعتش اخر كلمتين. انا بقول لحضرتك دكتور في الجامعة استاذ وينتمي لتنظيم الاخوان، ماذا نفعل معه؟ نعمل له ايه؟ ايوه يا فندم، نطبق عليه الشريعة الاسلامية بقى. اللي هي ايه يا فندم؟ الشريعة الاسلامية بتقول ايه؟ لدرء المخاطر مقدم على جلب المنافع، وبتقول لا ضرر ولا ضرار. كويس. دول بينتج منهم ضرر. ايه هو الضرر؟ قتلى كل يوم بيقعوا، حرق المدرجات والمدرعات والمعامل يوميا، لان دول بيقودوا الطلبه وبيحطوا في عربيتهم ثبت وضبطنا هذا. كويس. بيحطوا في العربيه بتاعتهم الاداء بارت الفتيش. طيب. على الباب. طيب. بيحطوا الاسلحه ويوصلوها للطلبه. طيب. فاذا كان الامر هل يعني أيوة. هل نتاكد من اثبات ذلك على الاستاذ او الدكتور ولا أيوة. ناخد كلهم بقى مع بعض؟ لا يا فندم. ايوه فندم يعني ارد على حضرتك من فضلك.
انا اقول لك بالاسم ان حبيت. الاستاذ الدكتور لا لا ما فيش داعي للاسماء يا دكتور. ما فيش داعي للاسماء؟ لا ما فيش داعي للاسماء لان احنا مش بنقدم بلاغ للدولة، الدولة عارفة كل حاجة. بالظبط بالظبط بالظبط، انا معك، الدولة عارفة كل حاجة. انا ايوه بس هو السؤال اللي احنا يعني دلوقتي سيادتك أيوة. بتقول نطبق أيوة. عليه الشريعة الإسلامية، كويس. ايوه فندم. احنا بنشتغل بقانون. ايوه ما عندناش، ما بنطبقش الشريعة، فهل ده أيوة مطلوب مثلا من جامعة الأزهر تطلع قانون مثلا من رئيس أيوة. الجمهورية ولا أيوة. شيخ الأزهر ولا يعني احنا ما بنطبقش الشريعة الإسلامية في كل امورنا، وان كانت القوانين خارجة او نابعة من الشريعة، لكن أيوة. والشريعة هي المصدر زي ما سيادتك عارف الدستور بيقول ايه، لكن أيوة. أيوة. ما عنديش نص يقول ان واحد مجرد انه ينتمي لجماعة نسجنه. ايوه انا عندي نص في جامعة الأزهر يا فندم. عندنا نص في جامعة الأزهر. اقول لك ايه هو النص يا فندم؟ من فضلك يا دكتور حسين. يعزل يعزل من الوظيفة كل من له فكر يغير الفكر الإسلامي او يأتي بفعل يتعارض مع حقائق الإسلام او مع الشريعة الإسلامية او يتصرف تصرف مضر يضر بالأعضاء التدريس والعاملين واسم الأزهر الشريف. ده في اللائحة بتاعت الجامعة؟ في القانون بتاع الجامعة فني. يعني ايه قانون الجامعة يا دكتور؟ لمزري او اتى اقول لك بالنص او اتى بصفة لمزري بشرف عضو هيئة التدريس. طيب يعني ايه قانون الجامعة؟ اشرح لي اكتر دكتور حسين من فضلك. يعني ايه قانون الجامعة؟ يعني في لائحة للجامعة؟ ولا قانون 103 يا فندم. في ايه ضمن ايه يعني تحت مسمى ايه؟ تحت مسمى العقوبات التي تعطى لاعضاء هيئة التدريس عن طريق مجالس التأديب. في لائحة جامعة الأزهر. قانون ولا والنص ده شبه موجود في قانون 72 في قانون الجامعات المصرية يا فندم. طب ليه بقى رئيس الأزهر ما رئيس جامعة الأزهر ما بيطبقوش؟ أقول لك سيادتك رؤساء الجامعات بيخافوا من الإخوان المسلمين. رؤساء الجامعات كلهم بيخافوا من الإخوان المسلمين، أنا كنت بمسك الواحد متلبسا ويخافوا يعملوا فيه حاجة. ايه رايك بقى يا سيادة؟ رئيس جامعة بورسعيد قعد في طول وقلت في لحضرتك بالذات اسمه حصل قعد ما عجبوش ناحيته الا ما لقوا في شنطة عربيته مفرقعات تكفي لحرق بورسعيد كلها. صحيح. ايه رايك حضرتك؟ سيادتك اشرت ليه فعلا؟ ده صحيح. سيادتك اشرت ليه قبل كده في مكالمة فعلا؟ انا قلت لحضرتك قبل كده. حصل يا فندم حصل. احنا الدولة لازم تكون تتعامل مع الارهاب ليس بيد حريرية انما بيد حديدية. الارهاب انت لو شفت حضرتك المناظر الضباط اللي حصل لهم، انا لسه جاي من لندن، كنت في مهمة في لندن ولسه جاي، شفت ضباط شرطة والله لو حضرتك شفتهم اللي اتعوروا تحت بند الاخوان الشياطين دول لحضرتك تقول امسك سلاح واروح اقتل كل واحد جه ناحيه الناس دي تحت بند الاسلام، يقولوا تحت بند الاسلام وبيعملوا كل يوم يقتلوا ضابط ويقتلوا عسكري. طيب يقتلوا طب دكتور حسين يعني حنسلم بين رؤساء الجامعات وان كنت اتحفظ على التعبير خايفين من الاخوان، نحن حنسلم برايك. ايوه فهمت. الى من نلجا؟ هل احنا محتاجين رئيس الدوله ولا محتاجين وزير التعليم العالي ولا محتاجين شيخ الازهر الجليل الشيخ الدكتور احمد طيب؟ ايوه فندم. محتاجين مين يساعدنا في الحكايه دي اللي حضرتك قلتهم كلهم كلهم كلهم. وانا بعت للدوله النهارده كتاب بقول لهم لا يمكن المدن الجامعيه، وقلت اسبابي تتفتح، والا انا بقول اهو بحكم خبرتي وتجربتي انا يا سعادة الباشا جاني اخبار من ناس بلدياتي طلبه في وسط الطلبه ان هم بيخزنوا الاسلحه في المدن الجامعيه الان في جميع جامعات مصر بيخزنوها من الان. فانت ما تفتح المدن الجامعيه اصل ما عادش قدامهم غير الجامعات يا باشا. ايوه صحيح صحيح. ما عادش قدامهم في الارهاب غير الجامعات، وسبب ان هم سهل قوي يحرقوا المعامل ويحرقوا الكليات ويحرقوا العربيات ويحرقوا المدرعات. طب دكتور حسين سؤال. طيب ومعهم الدخول.
طب سؤال تاني نساعد بعض يا دكتور حسين. أيوة. إذا كان هذا هو القانون ينص على الدكتور أو الأستاذ الجامعي في جامعة الأزهر إذا أتى بالفعل كذا يعاقب بالعزل. أيوة. طب بالنسبة للطالب بقى في المدينة وفي الجامعة وهو مؤمن بفكر الإخوان نعمل فيه إيه ده؟ أيوة. الطالب بقى هل ليه قانون رخر ولا ملوش ولا يخش المدينة؟ طبعا يا فندم. فين بقى الطالب؟ دي منحة من الدولة للطالب، والمدن الجامعية معمولة أصلا يا سعادة الباشا علشان تمنع الاختراق، مش علشان ان انا اعملها بتوع كرداسة يجوا يقيموا فيها على حساب الدولة. طيب. ممنوع الاختراق ازاي؟ بتاع طنطا يقعد في طنطا، بتاع المنصورة يقعد في المنصورة، بتاع وهكذا. دلوقتي المدن الجامعية ما عادتش كده، احنا عندنا تعرف حضرتك كام طالب في المدن الجامعية؟ يتجاوز 50,000 في المدن الجامعية في جامعة الأزهر. ايوه صحيح صحيح. يعني حضرتك في وسط دول يخش السنة اللي فاتت مسكنا 1200 من كرداسة، من كده معاهم الأسلحة وكل واحد ياخد 1000 جنيه و1500 جنيه في اليوم. أما دول يجوا يقيموا في المدينة الجامعية وبيحضروا الأسلحة من دلوقتي، أرفع المدينة برضه؟ ما بقول لك برضه درع المخاطر مقدم على جلب المنافع. أنا هذه المدن الجامعية لو أعطيتها المستثمر ويديني 1,000,000,000 في السنة أعمل بقى تحديث وتطوير الجامعات المصرية. بدل ما أنا بديها للطلبة بتوع كرداسة علشان يضربونا ويضربوا الأساتذة وأول مرور ويحرقوا المعامل ويحرقوا كل... والله السنة اللي فاتت كانت أساسا كانت على مستوى مصر بسبب إنهم قربوا المعمل إشعاع عندنا في كلية العيوب، لولا ربنا لطف إن كان قدامهم خطوة ونص ويوصلوا له هم بيحرقوا كل المعامل. جم لغاية المعمل ده ربنا وقفوا، لو كان دخلوا معمل الإشعاع كان مصر كلها قلقت بالإشعاع. والله العظيم الدولة مش عارفة ان دي امر خطير بتاع المدن الجامعية ده، بيطلعوا من هنا يضربوا في الشرطة طول الليل لغاية ما يجهدوه، والصبح يقفلوا الطرق، وبعدين يروحوا يدوروا على اساتذة يضربوهم ويمنعوهم من الدخول، وبعدين يحرقوا عربيات الاساتذة، وبعدين يضربوهم، وبعدين يشلحوا العميدات، وبعدين يشلحوهم ويطلعوهم على النت، وبعدين يحرقوا المعلومات ويمنعوا الطلبة من الدخول للشرفاء وهكذا. المدن الجامعية الآن تمثل الإرهاب، الإرهاب الإرهاب الأساسي في مصر. دكتور حسين عويضة، دكتور حسين أنا بشكرك شكرا جزيلا، رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر. وهو ده الكلام اللي بيقوله الدكتور حسين ده، كنا بنقول حاجة شبهه كده. أنت أجلت بعد العيد ليه؟ هتعمل إيه؟ يعني قول لنا بس كده، إحنا قلنا يا جماعة نتكلم مع بعض، هي دي ديمقراطية، نتكلم مع بعض ناخد وندي. يعني انت قلت بس هنأجل ليه؟ قول عشان لسه بنظبط اوراق المدينة الجامعية، مش نقبل، مش مشكلة، قول اي حاجة وهنقبلها، مش احنا مش ضدك كرئيس جامعة الأزهر او اي حاجة، بس قولوا لنا بتغيروا ليه؟ يعني او رئيس وزير التربية والتعليم العالي بتعمل ايه؟ ناويين على ايه؟ عشان يمكن رأي زي اللي بيقوله الدكتور حسين ده يكون مفيد نتأمله. لا الاستاذ ده القانون بيقول كده، هو اللي بيقول الدكتور، دكتور حسين، اللي اذا جه فكر مخالف للفكر المتعارف عليه او المتعارف نعزله. يعني لازم زي ما بيقول الدكتور حسين، وده كلام اعتقد بيقوله كل فرد في افراد الشعب المصري، كل مخلص لوطنه. مش معنى كده ان التاني اللي بيقولش مش مخلص مالناش دعوه بيه، بس انا بقول ان كل واحد عنده احساس حقيقي بالوطن عايز حسم، مقاومه شديده جدا للارهاب، شديده جدا، يعني ضرب بيد من حديد، مفيش هزار، مفيش هزار، لانه البلد مش مستحمله، ولا احنا مستعدين نشوف اللعب اللي بيلعبوه في الجامعه ده تاني، ولا البلد تتحمل اللعب ده تاني. يبقى عايزين ايد قبضة حديدية على ابواب الجامعة، الاساتذة اللي فيهم شك دول يمشوا كده، هو كده يعني